كاينين الناس اللي تيهضروا على البيع والشراء ديال التم هذاك بوحدو، هذاك موضوع بوحدو، هذاك اللي بغينا نبقى نهضروا فيه نقدر نبقى نهضروا فيه من هنا حتى لغدا. ولكن انا دائما تنقول لهم واحد الحاجه واحده، تنقول لهم بما ان التم تيتباع راه تقدر تمشي للفارماسيان تلقاه على حسب ما تيقول هو، اللي تيقول لك هو التم تيتباع. انا تنقول ليه الا تقدر تمشي للفارماسيان وتجيبو راه التم راه تيتباع، دونك انا وياك متفقين غيحيدوه من عندك انت، غادي يطريطيو اللي يديروا داكشي اللي بغاو يديروا ليه، وغادي يبيعوه ويحطوه في الفارماسيان باش ما يتحرجوش كاع معاك، يحطوه لك في الفارماسيان، سير جيبو من الفارماسيان. ما كتلقاش فارماسيان دونك ما تيتباعش. هادوك المصاريف اللي تيتخلص عليها الدم راه كاينين مصاريف، باش ما نكونوش نكذبوا على بعضياتنا، كاينين واحد المصاريف فهما واحد القيمه جزئيه من هذاك من هذاك من هذاك الدم اللي تيقولوا هما الخال. دونك الدم فاش يتخال دابا انايا دابا ما نقدرش ندير الشوكه فيجي وندوز هاني شال المريض، ما نقدرش ندير ديا الشوكه وندوز هاني شال المريض ونقول ليه هاك تيبان لي راه رجع فيه اللون ونقول ليه صافي. اولا ما غنعرفش شحال هي شحال هو سميتو الكميه اللي تهزات من عندي، ثانيا ما نعرفش شنو هي الفصيله ديال التم ديالتي وديالته هو، واش انا وياه متوافقين بعدا في الفصائل ديال التم ولا لا. ثالثا هو واش هو بغى هذاك الدم ديالي هكاك ولا بغى يتفلترا ولا بغى ايرادي ولا حداش بزاف ديال راه تنسمعوا حنا الدم تنقولوا صافي الدم الاحمر. لا راه كاين الدم الاحمر، كاين الصفائح وكاين البلازما، راه كاين المريض ما تيحتاجش كاع الدم الاحمر واخا نطبر عليه انا، تيهزوا من الدم ديالي هي البلازما تيعطيوها ليه. وكاين واحد المريض ولي صغير مريض بالسرطان هذا تيحتاج ديال الصفائح، الصفائح هو داك الدم الصفر. دونك اشنو هذا السيد هذا المريض اشنو بغى؟ واش بغى الاحمر واش بغى الابيض؟ وكاين مصاريف باش كيتقسم الدم؟ كاينين مصاريف، اولا مصاريف هو ديال التخزين والتبريد ديال هذاك الدم، مصاريف ديال التحاليل اللي تيستافد منهم هذاك المتبرع بالمجان، حيت هما خمسه ديال التحاليل ما تيخلص عليهم المريض حتى شي حاجه، تيخلص ما تيخلصش عليهم المتبرع بلوتو حتى شي حاجه، ولكن المريض تيخلص عليهم واحد القيمه، حيت التحاليل في الزنقه اللي بغيتي تمشي تشريهم على برا يكونوا غاليين، تيطيحوا ب 1500 درهم. 1500 باش نكونوا واضحين 1500 درهم وتقدر تصور اي مختبر 1500 درهم. في المركز تعطينا زعما اقتضاب التحاليل شنو هما؟ كاينه فصيله ديال الدم يعني الجروباج ديال كاين الباتيت سي الباتيت بي مرض الزهري ومرض السيدا، هادو كلهم تيتعرفوا في الدم، الا درتيهم على برا تخلص 1500، الا درتيهم في المركز ما تخلص حتى شي حاجه بابو. والمريض تيخلص هي واحد القيمه اللي صغيره اللي هي 360 لبوش. انا متفق انها قاصحه على المرضى، حتى انا متفق وما كرهتش انها تحيد حاجه واحده اللي نقدروا نحيدوا بها هذاك الشيء هو المغاربه كلهم يتبرعوا. تخيل معنا ستوك، عندنا ستوك في المغرب كل مركز جاوي عنده ستوك كثير. واحد القضيه سمح لي قطعتك، لي ستوك ديال الدم واش كيبقى ديما مثلا عندي ستوك ديال الدم غيبقى صالح لي عام عامين شحال باش يسالي لي بوش ديال الدم؟ تعيش 42 يوم. 42 42 يوم بوش ديال الدم والبلاكيت 5 ايام. 5 ايام داكشي باش ما تنقدروش نحيدوه من المتبرع حتى تنعرفوا بلي راه المريض بغى يستافد منه. 5 ايام وتيدا لهم واحد البيرون ديال 11 تحليله وتيستافد بزاف في البلاكيت. الدم تيداروا هذوك الخمسه وتيعيش 42 يوم، اما البلاكيت تيعيش غير 5 ايام وتيخصهم واحد التوقس، خصهم يتحطوا في لاجيتاتور ويبقاو تيتحركوا وهادشي، عندهم توقس خاصه. دونك اللي ما تيعيش في هادشي تجيه ساهله انه يقول لك هادشي يتباع ولا راه ما باش يعطيونا. حيت باش نوصلوا للفكره بان راه كاين مصاريف كثيره في هادشي. كاين مصاريف كثيره، راه حتى الناس اللي الاطر اللي خدامين في المركز راه تيستافدوا من هذاك من هذوك الفلوس اونيفون، ماشي مباشره من عند المريض ولكن من عند الوزاره المعنيه اللي تفرسي هذوك الفلوس وتشدهم وتجيب بهم الضروره تتخلص منهم واحد شويه الموظفين. منين تخلصوا هذوك الناس؟ ورغم ذلك في المراكز الجهويه في المغرب راه تيعانيوا من الاطر، راه كاينين الاطر قلال.